هو عدد سور القرآن الكريم. عندنا ثلاث اقتراحات. الاقتراح الأول يقول 30 سورة، الاقتراح الثاني يقول 80 سورة، الاقتراح الثالث يقول 114 من سورة. أو عندك 20 ثانية للتفكير ياسمين. عود الوقت. لا لا، قلت لك كم عدد السور في القرآن الكريم، ماشي قلت لك قايلي سورة ولا شحال كاين من سورة؟ 104. ياسمين انت صغيرة شوية، إذا عندك يمك في الدار ولا باباك نورمال يقدر يعاونك، سقسيهم. أنا نستناو فيك ياسمين. 104. 114. نعم مالا، روح نشوفوا الإجابة كيف. براهو ياسمين راكي ربحتي معنا، اسمك دخل معنا في السحب، راكي فرحانة؟ ايه. قولي لي بيعي لي، شكون عاونك؟ اختك. تحية كبيرة لاختك ياسمين، قاعدي معنا لنهاية الحصة باش تشوفي اذا تربحي معنا. كاش ما عندك تحية؟ تحية كبيرة اليوم، تحية كبيرة لك انت ياسمين وكل الحصة. شكرا، تحية كبيرة لك انت تاني وكل الناس شلف وعائلتك واختك. هاي قاعدي معنا لنهاية الحصة، اه ان شاء الله تربحي معنا. باي باي.